لا يتسع الوقت لذكر الكثير من المعلومات عن المنتخب الالماني. وخطيرة خطيرة خطيرة الى خارج الملعب، ضربة الزاوية. هذا عبد الله الواقف. يعني في هذا الاستاد الجميل قبة سابورو، مدينة سابورو، الكثير من النشاطات الرياضية. ضربة زاوية للألمان، وبالراس الهدف السادس من مينيكي. الهدف السادس من مينيكي بالدقيقة 27. الهدف السادس من مينيكي بالدقيقة 27 من ضربة راس، من ضربة زاوية، بيسجل الهدف السادس. يسجل الهدف السادس. الزاوية واحدة